لفرقه فيتا كلوب، بيتكلم على ان النادي الاهلي احنا هنلعبه الساعه 3 عشان هم لعبونا الساعه 9 في عز البرد، ودي اجواء صعبه بالنسبه لنا وما كناش عارفين نلعب في الماتش، فاحنا هنلعب الساعه 3 عشان نحاول نعمل اي مشكله للنادي الاهلي. طبعا دي تصريحات غريبه، تصريحات اعلاميه، وهم عارفين كل الفرق في افريقيا لما النادي الاهلي بيروح بيلعبوا الظهر، ونفس القصه بالنسبه للزمالك عشان يرخموا ويصعبوا الامور بالنسبه لك، يستخدموا اي حاجه من الموضوع. نادي الزمالك وفرقه الترجي التونسي، ديربي كبير، ديربي عربي، كارتيرون بيقول لك كعبه عالي على الترجي. هنشوف النهارده كارتيرون اصلا نجيه كان فيه علامات استفهام كبيره، والنهارده هنشوف طريقه اداؤه للمباراه. كارتيرون بالنسبه لنا مش هنقول بقى لسه هيعرف الفرقه، مش هنقول لسه هيعرف اللعيبه، مش هنقول حاجات كتير، لانه اوريدي واخد على هذه الاجواء وفاهم كويس قوي الفرقه كانت ماشيه ازاي، وهو وصل فيهم للسيمي فاينال البطوله السابقه، وقادر انه يعمل ماتش كويس جدا امام الترجي اليوم. وبنتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك والنادي الاهلي في تخطي الماضي. خلينا نروح لترتيب المجموعات بسرعه لدوري ابطال افريقيا عشان نستعرض مع حضراتكم موقف الفريقين. النادي الاهلي المركز الثالث في المجموعه الاولى باربع نقاط ولا بديل عن الفوز، لا بديل عن الفوز. التعادل مش وحش، ولكن الاهلي لازم يفوز النهارده باذن الله حتى يكون له الحظوظ الاكبر في التاهل مع اي بقى هيكون، يا سيمبا يا اما هيبقى فيتا كلوب، ايهما ما بينهم وبين بعض مواجهتهم ازاي. المهم النادي الاهلي التاهل بين يعني ارجل لاعبي. الزمالك في المجموعه دي الزمالك لازم يفوز بس، التعادل هيبقى الامور صعبه للغايه. فنقطتين من ثلاث مباريات، الترجي في الصدارة بسبع نقاط ومولودية الجزائر بخمس نقاط، ونادي الزمالك على فكرة قادر على تخطي الأمور لأن الزمالك عنده فرقة جيدة جدا. هطلع بقى سريعا للتشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام فيتا كلوب، لأن كله عايز يعرف موسيماني هيلعب إزاي والأهلي هيهاجم بمين ومين ممكن يجيب لنا جوان، ده كل جمهور النادي الاهلي بيفكر فيه. خلينا اتكلم مع حضراتكم. النادي الاهلي بنسبه كبيره هيلعب 4-4-2. محمد الشناوي حراسه المرمى، ياسر ابراهيم، بدر بانون اثنين سنتر باكس، باك يمين محمد هاني، باك شمال ايمن اشرف. خط الوسط هيبقى ديانج، حمدي فتحي، ومعاهم افشه، ومعاهم بتاخر سنه جونيور اجايي. في الامام محمد شريف ومروان محسن. ده التشكيل المتوقع اللي هيبتدي بيه موسيماني في هذا اللقاء. الملعب صعب وهيبقى محتاج يلعب كوره عاليه، بواليا مش في حالته فهيدي لمروان محسن، ومروان كان عامل اسيست لصلاح محسن في اخر لقاءات النادي الاهلي بالدوري العام، وحتى صلاح محسن حطها، فهو عايز يعتمد على الكره دي. ولكن اللي هيبقى موجود بجنب مروان هو محمد شريف، لانه من اللعيبه السريعه اللي بيعمل ضغط كويس جدا، بيعمل بريشر كويس جدا، بيعرف يخطف اهداف، بيعرف يخطف بنالتيات. في ماتش الاسماعيلي محمد شريف حتى وان لم يحرز اهداف ولكن صنع ضربه الجزاء بسرعته وذكائه الجميل. ده طريقه موسيماني. على فكره فرقه فيتا كلوب من الفرق اللي دفاعها وحش جدا، والنادي الاهلي في ماتش استاد القاهره صنع العديد والعديد من الفرص، ولكن كان في غياب من التوفيق وايضا كان في رعود. النهارده لو النادي الاهلي ركز قادر على احراز اهداف، لان دفاع فيتا كلوب مش قد كده. هم عندهم سرعات في الامام، الخط الهجومي عندهم كويس، ولكن هم عاملين زي العربيه اللي مطرها قوي جدا، ولكن من ورا يعني من قدام تحس انها عربيه سبور ومن ورا عربيه قديمه. فهو ده اللي حاله فريق فيتا كلوب، اللي النادي الاهلي قادر انه يصنع اهداف في ويسجل اهداف في هذا اللقاء، وباذن الله تكون الامور ماشيه في صالح الكره المصريه اليوم. اروح